السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل برامتر للماتيريال بحيث ان حضرتك تتحكم فيها في قلب المشروع. خلينا نعمل سيلكت كده العنصر الفاميلي ديت، هقول له اديت فاميلي، واعمل سيلكت على العنصر. فنلاقي ان هو واخد ماتيريال، لكن انا عايز اخلي اختيار الماتيريال ده يكون جوه المشروع، تمام. فلو جيت هنا وقلت له اخترت الماتيريال من هنا، تمام، هتبقى الماتيريال ثابته. لا، انا ممكن اجي هنا واخلي له في بارامتر خاص بيه. هاجي هنا واقول له انا عايز بارامتر، ده لازم يكون ماتيريال، واسميه مثلا اكس. وممكن تخليها انستنس، يعني هيختلف الماتيريال بتاع العنصر ده عن العنصر اللي جنبيه، واقول له اوكي، واقول له اوكي، وابدا احمله في المشروع. وهعمل له اوفررايت، دلوقتي اقدر اعمل سيلكت للعناصر ديت، واقول له انا عايز اشوفها في 3D. واقدر بقى اعمل سيلكت على دوت، هلاقي ان انا عندي في بارامتر ذات اسمها الاكس. اقدر اقول له بقى من الاكس ديت ان انا عايز اغيرها. فتقدر تختار الماتيريال جوه المشروع، ولو عندك اكتر من عنصر او اكتر من جزء تقدر كل واحد فيهم تختار له بارامتر مختلف. مثلا هنا اختار له العنصر دوت واقول له اوكي، وتختار عنصر تاني وتختار ماتيريال مختلف بالشكل دوت.